يرتاح شوية. على كل عدنا معكم من جديد ونستغل التوقف الصغير للقاء باش نشكر صديقنا أنور السيخجي وصديقنا أكرم السيخجي وطبعا استوديو السيخجي وبيكاند كوم اللي بالإمكانيات اللوجستيكية خلونا أن نتمكنوا باش نعديوا المباراة هذه. فشكر كبير لهم وخلونا نرجع للتعليق على المباريات بعد غياب سنوات. وتو بعد نعطيكم الأسباب علاش ما كناش نعديو في المباريات على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي، لكن توا نرجع مع المباراة اللي فيها 19-18 النتيجة دائما للإطوال. الترجي تمكن من تذليل الفارق منذ لحظات. في الأثناء لاعب النجم يبدو لي أنور بن عبد الله على أرضية الميدان بعد التدخل الاندفاع الكبير من دفاع الترجي في اللقطة الأخيرة. على كل أكيد تعرفوا حقوق البث أصبحت يعني تشمل التلفزيونات وكذلك حتى مواقع الإنترنت، ولذلك يعني تلقى روحك ما تنجمش تعدي حتى مباراة في كرة القدم في الرابطة المحترفة الأولى، في الكاس، في المباريات الإفريقية، كذلك ما تنجمش تعدي مباراة الباسكيت اللي لا تعديت على التلفزة ولا نجمنا نعديها على الموقع الرسمي بسبب إشكاليات الحقوق. وكذلك بالنسبة تلقى يعني بعض تبقى بعض المباريات للكرة الطائرة وكرة اليد اللي في صورة لو كان الجامعة ما تعديهاش نجم نعديوها النجم الرياضي الساحلي للموقع والصفحة الرسمية للإطوال في صورة غياب التلفزة. يعني التلفزة الموطنية عادة تكون موجودة في المباريات الكبيرة للنجم الرياضي الساحلي. هذه من الأسباب اللي خلتنا نغيبوا على التعليق والبث المباشر للمباريات النجم الرياضي الساحلي في ربما الموسم اللي فارت والموسم اللي قبل، لكن إن شاء الله نعود نلتقي بكم ونلتقي مع أهداف جهاد جبلة على غرار اللقطة الأخيرة. جهاد يسجل، زياد يباغت ويغادر في الانتقال الدفاعي للنجم الرياضي الساحلي والامتلاك للترجي والعودة رجوع ماجد حمزة في عارين النجم الرياضي الساحلي في مرمى النجم الرياضي الساحلي بعد تألق لافت من محمد صفر في نهاية الفترة الأولى وبداية الشوط الثاني. نجدد لكم التحية طبعا كل أحبائي النجم الرياضي الساحلي اللي يتبعوا فينا على المباشر، أحبائي كرة اليد كذلك اللي أكيد يتبعوا في لقاء القمة بين شريكي الصدارة النجم والترجي 20-18 النتيجة والتوقيت حوالي وتقريبا 40 دقيقة في المباراة. والشكر لكل تعليقكم وانتباعاتكم وتشجيعاتكم اللي وصلتنا في فترة ما بين الشوطين. على كل ترجع الكرة ونرجع للقاء، ترجع الكرة للترجي، محاولة التصويب والتمرير للجناح تغادر الميدان. ربما ما توصلكمش الصورة نظرا لوجود جماهير من النجم، ولكن الكرة غادرت الميدان ورجع الامتلاك للإطوال. سيف حميدة رقم 33 في تنسيق اللعب وكذلك لملاء المباغتة بين الفينة والأخرى بتصويبات في مرمى ترش. حلوة الكرة الأخيرة من اللاعب محمد الحاج، تصويبة بالذراع اليسرى باليد اليسرى مباغتة لحارس الترجي اللي تغير ويرجع البدوي من جديد. يرجع البدوي بالقميص رقم 1 ويبدو لي الحارس رقم 1 هو الان في الترجي. كان احتياطي في النجم الرياضي الساحلي، كان يتشارك
مع ماجد حمزة في أكيد حراسة مرمى النجم. النجم يخير الإبقاء على ماجد ومحمد صفر، وطلبات التشجيع من الثنائي المشاغب شهاب وأشرف يطلب من الجمهور مزيد التشجيع. النجم متقدم بفارق هذا نقاط 21-18، هذا ما يدفع مدرب الترجي لطلب وقت مستقطع، فرصة لالتقاط الأنفاس لأبناء النجم الرياضي الساحلي، خاصة مع بعض التغييرات الأخيرة. أشرف الصحفي على البنك، كذلك صبحي سعيد في المقابل، نجد سيف حميدة يرجع إلى مكانه. وكذلك في تنسيق اللعب أمين درمول موجود، رفيق باشا كذلك، محمد بالحاج. هاي سامر زيك كذلك موجود في الجناح. هذه مجموعة النجم حمدي الهمامي في الموقع الدفاعي، وماجد حمزة يحرس العارين، يحرس الشباك، يحرس مرمى النجم الرياضي الساحلي. طلب تدخل الإطار الطبي للترجي في اللقطة الأخيرة، كان فما التحام. السلامات على لاعب الترجي، نتمنى السلامة للجميع لاعبي النجم ولاعبي الترجي في هذه المباراة، مباراة قمة. الشوط الأول كان فيه اندفاع كبير من كلا الجانبين، أهداف تسابق وتلاحق تواصلت مع بداية الفترة الثانية، و 21-18 النجم للمرة الثانية ياخو أسبقية 3 نقاط بعد مرور تقريبا 42 دقيقة في هذه المباراة. بكرة حكيت لكم على المنتخب الوطني، قلت لكم اللي هو مش يلعب كان كاس افريقيا في الجابون. المنتخب موجود في المجموعة الأولى مع الجزائر الكاميرون والكونغو. المجموعة الثانية متكونة من المنتخب المصري المغربي الكونغو الديمقراطية أنغولا ونيجيريا. الجابون كذلك البلد المنظم موجود مع المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الأولى. نتمنى منتخب كرة اليد ينسج على منويل، منتخب كرة الطائرة اللي عاد بالكأس الإفريقية من مصر بالذات 3 بلاش في فينال عالمي، فاجأ المصريين وفاجأ أيضا حتى التونسيين. بالنسبة لكرة السلة كذلك تحصلنا على اللقب، يلا نكملوها في كرة اليد حتى تكون كل الألقاب في الرياضات الجماعية الأولى المحبوبة في تونس بعد كرة القدم مجتمعة هنا في أرض الوطن. أيمن حميد يستعد للتصوير، ماجد كان في الانتظار، يعني التصدي الأخير كان حلوة الكرة، حلوة العملية، حلوة، فيها هدف، فيها هدف للنجم، فيها هدف لعصام رزيق من كونتر أتاك، لكن الرائع كان ماجد حمزة تصدى بذكاء، كان تصدي بالمخ أكثر منه، يعني بالحضور البدني، ويعاود ماجد الكرة للإكوان. 22-18 4 نقاط، يرفع الأيدي بعلامة التفوق وعلامة النصر والعلامة الكاملة لماجد حمزة. زوز تصديات إن شاء الله تكون حاسمة، زوز تصديات على التوالي، واحد في كونتر أتاك، وعصام رزيق يسجل بطريقة فنية جميلة، يغالط أمين البدوي، والثانية أو فيها هجوم مركز، فيها سيف حميدة يلعب الكرة لأمين درمول اللاعب الشاب للنجم الرياضي الساحلي، والتنبيه من الحكام على دفاع الترجي.
سيف حميدة يلعب الكرة لمين درمون، التقاطع مع جهيد اللي يجي من البوست بتاعه يا ريت في امتياز بدني لسيف حميدة، وفي كذلك فتح للزاوية من جهاد جاب الله، وفي كذلك النقطة الخامسة في الفارق 23-18 كان حسابات صحيحة للنجم الرياضي الساحلي بعد مرور 44 دقيقة في هذه المباراة. كملوا هكا الأولاد، ماشي الأمور الأولاد، يعطيكم الصحة الأولاد. هاي من حماد ما يصوبش، تبقى الكرة للترجي، يعطيه 9 أمتار، لا الحكم يعطي 7 أمتار وضربة جزاء، لأن أتكلم ولن أناقش، وكذلك الأولاد ما ناقشوش، فما دفاع في المنطقة حسب تقدير الحكم. ماجد يحاول المباغتة، والمباغتة تأتي من لاعب الترجي، يقلص الفارق 23-19 للإتوال ديماسكور. يلا الأولاد واحدة واحدة، المهم نسجلوا، المهم نحاول نسجلوا في كل هجوم باش نحافظوا على الفارق ونواصل هذا الفارق. الجمهور يساند، الجميع يساند، والولاد الى حد الان قاعدين يقدموا في المردود المطلوب منهم. خليني خليكم لحظات مع الجمهور. السنوات الأخيرة أو الأشهر الأخيرة من مسيرة النجم الرياضي الساحلي، ضربة جزاء في الميدان للنجم، 7 أمتار للنجم في أرضية الميدان، والجمهور اللي هكا الجمهور نحبوه، جمهور الخبرة، يعرف وقتاش يدز، يعرف وقتاش يسكت، والأهم أنه يدز مع الفريق، يعني ما نشوفوش عقوبات للفريق. يتسبب في اللاعب الأول اللي هو الجمهور. تبقى الكرة في ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي في 90، ما ينجمش يتصدلها، أكيد ما ينجمش يتصدلها أمين البدوي. الكرة الأخيرة اللي كانت من رفيق باشا، تصويبة باليد اليمنى بالساعد الأيمن لرفيق باشا، 24-19 فارق الخمس نقاط، يواصل ويتواصل يواصل أبناء النجم. أوه دقيقتين دقيقتين ما تنقش، يلا أخرج، خلينا أحنا نناقشوا دقيقتين على شكون. يبدو لي على أمين درمون، النقاش كان من درمول لأنه شايف أنه زميله ما ارتكبش الخطأ. 24-19 الامتلاك للترجي بتفوق عددي بلعب واحد، ويتصدى ماجد حمزة، يتصدى ماجد حمزة للتسويبة وللتفوق العددي كذلك، حمزة حارس المنتخب، حارس النجم، من أحسن الحراس في أفريقيا إن لم يكن أحسنهم، عادي إنك تتصدى للتفوق العددي للمنافس، ما يعني شيء تفوق العدد المنافس لما يكون عندك حارس يعرف وين يوقف، يعرف كيفاش يتصدى، والموهبة من عند ربي
والباقي بالحضور البدني والخدمة. يبدو لي التسعة أمتار موجودة، التسعة أمتار موجودة، يعني لاعب الترجي اللي نزل على أرضية الميدان في محاولة للتصدي بطريقة ذكية ربما لتصويبة الجناح النجم الرياضي الساحلي. سلامات لباس منير الدوري لاعب رقم 23 يجيب ضربة جزاء 17 للإتوال، يمشي رفيق باشا باش يصوب ويسجل، يصوب ويسجل رفيق باشا. يا باشا يا باشا 25-19 يرفع الفارق لستة نقاط. الدفاع صحيح، يجيب لك تصدي من ماجد حمزة، تصدي ماجد حمزة يجيب لك هجوم مركز ومنظم، ضربة جزاء تجيب هدف من رفيق باشا، تجيب فارق الستة أهداف 25-19. أيمن حميد الباس ضايع، اللخبطة في هجوم الترجي السادس والعشرين بهجوم معاكس. مرة أخرى لاعب منير الدوري يعكس الهجوم 26-19 مع السبعة، مع السبعة في 48 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. هذه المباراة مباراة القمة، وجماهير النجم تنتشي بالهدف 26 وتنتشي بفارق السبع نقاط. عبد الحق بن صالح يحاول يصوب كورة، عندك مجد حمزة، عندك دقيقتين زعما، عندك تسعة أمتار دقيقتين بالفعل كانت واضحة، واضحة واضحة الدقيقتين كانت موجودة أثناء التصويب، كان فما جدل من القميص من لاعب النجم الرياضي الساحلي أنور عبد الله. يبدو لي الكورة كانت فيها تسعة أمتار لكن الحكم يعطي ضربة جزاء من نقطة سبعة أمتار للترجي، والحارس محمد الصفر في المرمى. كرة تسجل، محاولة لتغيير الحارس كانت ربما للمباغتة وقراءة اللعب. 26-20 ست نقاط فارق. عليكم باي باي الولاد، باي الولاد، نواصلوا نواصلوا بالاندفاع في الدفاع بالمباغتة والتركيز في الهجوم، ونحاول نسجلوا في كل هجوم، في كل امتلاك هجومي نحاولوا باش نسجلوا. 26-20 في الاثناء النجم يلعب منقوص عددي. رفيق باشا يقول لي ما فماش نقص عددي، لما يطلع ويصوب باليد اليمنى بتلك الطريقة هو الحقيقة النجم كان يلعب بطريقة الانتقال، يعني الحارس اللي غادر باش يخلق التساوي العددي، ولكن لما يرجع الجول يكون اسمه ماجد حمزة يتصدى بتلك الطريقة الرائعة اللي شاهدتها، واللعب السلبي، تنبيه باللعب السلبي على هجوم الترجي. لا لا لا، دفاع في المنطقة، دفاع في المنطقة يقول الحكم، يعني ينجو هجوم الترجي من فخ اللعب السلبي. يعني سامحني السيد الحكم أخالفك في الرأي، ولكن القرار الأول والأخير يبقى للحكم. تضرب على القائم وتدخل 27-21 قبل 10 دقائق وبعض ثواني من نهاية هذه المباراة. واحدة واحدة الأولاد، المهم نسجلوا في كل هجوم. 27-21 مع الستة للإتوال، 10 دقائق قبل نهاية هذه المباراة. الكرة من جديد لسيف الدين حميدة، والتصوير من جهاد جبارية. يا جهاد يا جهاد، أحلوة منك يا جهاد، قبل ما يغادر لازم يحيي الجمهور جهاد.
والتصدي من دفاع النجم، تمشي للجناح، يرتبك جناح ترشي في استلام الكرة، يرجع النجم في الدفاع 28-21 بعد تصويب جهاد جبلة، 7 نقاط فارق. وجهاد يعني قبل ما يغادر الميدان لازم يحيي الجمهور. هذه تصويبة كانت من أيمن حماد، تصويبة كانت قوية برشا في الجانب البعيد على مجد حمزة، 28-22 سقوط لاعب النجم يقول له العب. تو نرجعوا للعملية، إيقاف التوقيت لمسح أرضية القاعة. على كل جهاد جبل قلت يعني هذا جهاد، هذا جهاد يحيي الجماهير، يطلب التشجيع ثم يغادر. واكيد ما دام نسجل، ما دام يسجل عندك الحق تعمل اللي تحب. وقتها ترجعنا في فارق 7 نقاط 28-22. يلا عاودها عاودها يا جهاد، عاودها يا سيف. هذا وقت مستقطع يطلبه يبدو لي مدرب الترجي، يطلبه مدرب الترجي في محاولة لتعديل الأوتار قبل 9 دقائق من نهاية هذه المباراة. الوقت المستقطع للترجي ينتهي في خلال ثواني، وعودة أبناء النجم بالامتلاك، عودة أبناء النجم بالكرة في الهجوم. إلى حد الآن يعني مباراة جيدة لأبناء النجم، تحكموا في كل رداهاتها، حكموا في كل لحظاتها، علاوا الفارق شيئا فشيئا من فارق 2 أهداف انتهى بها الشوط الاول 13-11 الى فارق 7 نقاط اللي نتمنوا نرجعوا له من خلال هذا الهجوم. كور عند امين درمول، التصويب لا التمرير للجهاد، جهاد كان فما ضغط كبير عليه رغم الامكانيات البدنيه، فانه تصويبه كانت قريبه برشا من الحارس امين البدوي. يجي الاجابه من ايمن حماد، يستغل الموقف ويسجل الهدف 28-23. رغم يعني كانت الامكانيه موجوده للنجم الرياضي الساحلي في اللقطه الاخيره. على كل 28-23 امين درمول كان قريب برشا لجهه جبله، ما تمكنش انه باش ياخذ لي لون بتاعه في التصويب، كانت التصويبه ضعيفه. في المقابل ايمن حميد يصوب بمفرده يتمكن من التسجيل، او سيف حميده خارج الميدان لكن يربح 9 امتار لانه الدفع كان موجود عليه لما كان مش يصوب. 28-23 52 دقيقة ونصف في المباراة، عملوا معايا الحساب 7 دقائق و30 ثانية والفارق 5 نقاط والامتلاك للنجم الرياضي الساحلي. يلا المباراة في دينا والانفراد بالصدارة ان شاء الله في دينا. يرجع اشرف الصافي، مريناوش منذ منتصف الشوط الاول او يرجع الان في اللحظات الحاسمه بعد ما خذا وقت للراحه وتجديد الاسلوب ودراسه دفاع الترجي. ان شاء الله في فورما اشرف. عصام رزيق على اليمين، سيف حميدة في التصويب الأرضي لكن بالقدم، يخلي القدم متاعه أمين درمول هي اللي تتصدى للكرة. في المقابل هدف آخر، هاي الأولاد نفيقوا
هاي من هدف جيد ما سجلناش في مرتين ما نسجلوش 28-24 28-24 ترجع الكرة لأشرف السعفي. سيف حميدة حاول أن يباغت ما مشيتش معاه الكرة. أشرف من جديد جيد جاب الله سيف حميدة. أشرف ينزلق على أرضية الميدان. سلامات إن شاء الله. إيقاف المباراة وطلب إيقاف التوقيت وطلب مسح أرضية القاعة. ثمانية وعشرين أربعة وعشرين ومش ترجع المباراة بامتلاك للنجم سيف حميدة. توصل الكرة للسيف من جديد. منك يا سيف هاي الخبرة يا سيف هذا المطلوب منك يا سيف. سيف الدين حميدة واقتناس الكرة من عصام رزيق. ترجع الكرة رفيق باشا يتصدى من درمون تبقى لأشرف السعفي. حاول تتصدى له هذه يقول له أشرف السعفي شددت له حاول تشد الثانية. 30-24 نقاط قبل خمسة دقائق وبعد ثواني من نهاية المباراة والأجواء الجماهيرية كأحسن ما يكون نشوة في الجماهير انتشاء كبير بالمردود بالنتيجة اللي تبع 30-24 ستة نقاط فارق قبل خمسة دقائق من نهاية المباراة. هدف للترجي. خمسة دقائق مازالت وخمسة نقاط فارق 30-25 الأسبقية للنجم بعد الهجوم المعاكس الأخير. سرقة الكرة باللغة الـNBA ستيل من انترسبسيون كانت من عصام رزيق عكس الهجوم. رفيق باشا يتصدى له أمين البدوي لكن يجي أشرف السعفي ويغالط بطريقة فنية جميلة. أشرف عنده الكرة يلعب السيف حميدة. أشرف من جديد سيف أشرف ترجع الرفيق باشا الباس الجيد حبة بطريقة خلفية سجل بها ذات مرة في نهائي السوبر إفريقي. الكرة جانبية لكن السبعة أمتار للنجم الرياضي الساحلي. يمشي الاختصاصي رفيق باشا لمحاولة إضافة هدف آخر. الحكم يطلب منه الإسراع. 30-25 أربع دقائق. ها 31-25 ها ولات 31-25 أربع دقائق قبل نهاية المباراة. هل حسمت الأمور؟ أترك الإجابة للاعبين على الميدان. أترك الإجابة لكم متتابعينا متابعينا ومشاهدينا عبر الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي في هذا البث المباشر. سلامات للاعب الترجي على أرضية الميدان يقطع الهجوم المعاكس إن شاء الله السلابس. 31-26 أذكر دائما بالنتيجة قبل ثلاثة دقائق من نهاية المباراة. الكرة تنتقل رويدا بين لاعبي النجم الرياضي الساحلي ثم التسريع من أشرف يحاول يسرع في الهجمة. الرفيق بكل السهولة بكل المباغتة يعني كرة فيها فنيات وفيها نوع من الاستسلام خليني نقول من حارس الترجي أمين البدوي كان سابقا في الجانب المقابل في حراسة مرمى النجم الرياضي الساحلي
32-26. ستة نقاط للنجم في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. باهي باهي الانتصار أكيد يخليك في الصدارة، يعطيك الأسبقية. انتصار ما كانش فيه الحقيقة يعني تعب كبير، خاصة في نصف الثاني من الشوط الثاني، ولكن في صنعة من ملاعبي تطوان وحضور بدني وذهني ونوع من الاستسلام يعني لاعبي الترجي. 32-27 في الزوز دقائق الأخيرة، فما 5 أهداف فارق. يبدو لي نجم نقول حسمت الأمور أو أشرف الصافي واحدة واحدة حاول باش يسرع ويصوب خارج الميدان، خارج الميدان. ترجع كرة في امتلاك للترجي، محاولة الإسراع من حمدي عيسى والكرة على القائم ثم تخرج ويرجع الامتلاك للنجم الرياضي الساحلي. شيخة بتاع ملاعبيه، شيخة بتاع ملاعبيه، خلاص يغنيهم على الجمهور. جهاد جبلة، جهاد جبلة في يعني تنجم تلقاه في الملعب في الميدان، تنجم تلقاه في الجمهور في مباريات الباسكيت والفوت وحتى الفولي. أكيد عصام رزيق يغني مع الجمهور، أشرف الصحفي أو حتى التهاني جينا من اللاعب السابق الليتوان مجد بن عمر. شيخة باهية في هذه الأمسية 32-27. إن شاء الله الفولي فرحونا في نهائي كأس الجامعة، هي يعني دورة ودية أكثر منها يعني مباراة رسمية، لكن يبقى لقب عنده قيمته لما تفوز على النادي الصفاقسي في النهائي قبل بداية الموسم. إن شاء الله ما تتشنجش الأعصاب في نهاية هذه المباراة. أيمن حماد يصوب على القائم، عصام رزيق يسجل 33-27. إيش نعلق وإيش نقول؟ هو الجمهور هو اللي علق. عصام رزيق يسجل ثم يرقص احتفاء بالهدف والانتصار. الثواني الأخيرة 33-27 يخليه ماجد حتى يسجل لهذه المباراة 33-28. وخليكم مع الصورة اللي توصلكم من صديقنا قاسم بنور لأجواء النجم الرياضي الساحلي. عدنا معكم للتعليق على الصفحة الرسمية للنجم في مباراة كورتيات مباراة القمة، النجم أمام الترجي وانتصار أكثر من رائع 33-28 لأبناء سامي السيدي. برافو للجميع، للاعبين، للجمهور، للطاقم الفني والإداري لفرع كرة اليد. برافو لكم الناس اللي تبعتونا على هذا البث الحصري المباشر على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي. أحباء النجم، أحباء كرة اليد، هذه تحيات الفريق العامل على إيصال الصوت والصورة إليكم. ظافر قاسم ومحدثكم أيمن ترشون، كلمة الختام، تصبحون على محبة دائمة للنجم الرياضي الساحلي.